الأخير قال: نود التحذير من خطر التحزب والفرقة بين المسلمين التي وقعت بين المسلمين. هذا كلام صحيح، هذا كلام. التحزب الذي يفرق الأمة مذموم، بدعة مميتة، وهذا مؤدي للفرقة، والفرقة عذاب والاجتماع رحمة. فقال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والله جل في علاه قال في كتابه: ولا تكونوا كالذين اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءهم البينات. فالتحزب الذي يؤدي للفرقة فهو بدعة مميتة، وأيضا هذه البدعة إن فرقت فصاحبها عند ربي محجوب التوبة، ما حجبت عنه التوبة إلا أن يرجع عن هذه البدعة، لأن السلام قال: إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة. ولذلك حذيفة وغير حذيفة قال: السنة تجمع والبدعة تفرق. إن وجدت التفرقة بسبب تحزب معين وهو يقول: من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو علينا، هذا تحزب. وين ساعة الاختلاف؟ وين أن الخلاف لا يفسد للود قضية؟ هذا تحزب، وتحزب مذموم. فإذا كان التحزب يؤدي إلى الفرقة فهو بدعة مميتة، وصاحبها مبتدع، ومن قال بها مبتدع. وإن شاء الله نرجو أن ما أحد يكون كذلك في الساحة، لكن من كان هذا حاله فهذا ابتداع، هذا ابتداع. والذين يقولون: نحن نختبر الناس بشخص، قال ابن تيمية في الفتاوى: واختبار الناس بزيد بيزيد هذا من فعل أهل البدع. اختبار الناس بشخص من أهل البدع، إنك تختبره بشخص معين كالجرح والتعديل مثلا، أو الكلام على أن هذا الشخص إن وافقته فأنت من السنة، خالفته أنت من البدعة، هذه من البدعة. لذلك ابن تيمية يقول: من نصب شخصا غير شخص رسول الله يوالي عليه ويعادي عليه محبة وإيش وبغضا، فله حظ ونصيب من قول رب العالمين: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بشيء. فلا بد أن نعلم بأن التحزب الذي يؤدي إلى فرقة المسلمين هذا بدعة، ونتجنبه وننصح ونقول لا. وإن كان التحزب لإيصال الشرع ولا يؤدي إلى بدعة ولا فرقة ولا يؤدي إلى الفرقة فهذا لا شيء فيه، التعدد لا شيء فيه. ما زال الأنصار هم الأنصار، وما زال المهاجرون هم إيش؟ ما زال الأنصار هم الأنصار، وما زال المهاجرون هم المهاجرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة، عندما قال: يا للأنصار، لما صف على وجه يا للأنصار، فقال المهاجري: يا للمهاجرين. قال: وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها لما دعت للعصبية والإيه والفرق. لكن ما زال هؤلاء يسمون هكذا، وما زال هؤلاء يسمون هكذا، ما دامت المسألة على الالتفاف على الالتئام للفرقة فلم تخرج البيئة. لكن لو أدت إلى الفرقة ونصبنا شخصا وقلنا: الناس الذي ولي ويوافقه والذي معنا ومن السنة والذي يخالفه ليس معنا ومن بدعة، هذا مبتدع ضال يدعو إلى بدعة ضلالة، يدعو إلى فرقة المسلمين. أقول قولي هذا.